Russia would not have invaded Ukraine if Donald Trump had been president. لم يعد دونالد ترامب النجم الأوحد للحزب الجمهوري في السباق نحو البيت الأبيض. نائب الرئيس نجم جديد أطلقه ترامب في مؤتمر الحزب الجمهوري هو جي دي فانس. من العداء إلى الدعم المطلق تحولت العلاقة بين دونالد ترامب والسيناتور الشاب. المعسكر الجمهوري أشاد بفانس لصغر سنه وباعتباره من المحافظين الجمهوريين. إعجاب جمهوري قوبل باستياء ديمقراطي، حيث عبر الرئيس بايدن عن مخاوفه من تطرف فانس. تساؤلات وترقب لمسار سياسي سيطلع به فانس في حال فوز ترامب بشأن السياسة الخارجية ورفضه تمويل حرب أوكرانيا والعلاقة مع روسيا وإيران وحرب غزة. أزمات دولية تطلع واشنطن بدور فيها قد تشهد تحولا جذريا في حال وصول فانس. اختيار فانس يتوقع أن يترك انعكاساته على المعركة الرئاسية. في اليوم الأول من مؤتمر الحزب الجمهوري في ويسكونسن، اختار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السيناتور الجمهوري الشاب عن ولاية أوهايو جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات. وقال ترامب إن فانس سيبذل كل ما في وسعه لمساعدته في جعل أمريكا عظيمة مرة جديدة، وأن فانس سيواصل النضال من أجل الدستور والوقوف إلى جانب القوات الأمريكية وفق ترامب. فمن هو جي دي فانس ذو 39 عاما الذي اختاره ترامب لمنصب نائب الرئيس؟ لماذا اختار ترامب نائبه جي دي فانس؟ وما الذي جعله يتقدم على منافسه؟ مواقف فانس من السياسة الخارجية كانت لافتة، حيث انتقد في حديث لقناة فوكس نيوز الدعم الأمريكي لأوكرانيا، مشككا في أهداف الحرب الأوكرانية والعلاقة مع روسيا. فانس وصف أيضا الصين بأكبر تهديد للولايات المتحدة. لم تكن روسيا لتهاجم أوكرانيا لو كان دونالد ترامب رئيسا، الجميع يتفقون مع ذلك.
حتى الكثير من زملاء الديمقراطيين يتفقون مع ذلك سرا، لكن هناك تكمن المشكلة. لقد أنفقنا 200 مليار دولار حتى الآن، ما هو الهدف؟ وما الذي نحاول تحقيقه؟ لقد وعد الرئيس ترامب بأن يذهب إلى هناك ويتفاوض مع الروس والأوكرانيين وينهي الأمر بسرعة حتى تتمكن الولايات المتحدة من التركيز على القضية الحقيقية وهي الصين التي تمثل أكبر تهديد لبلادنا. جي دي فانس اتهم الرئيس جو بايدن بعرقلة جهود السلام في الشرق الأوسط وإطالة الحرب في غزة. أعتقد أن الجزء الأكثر أهمية في عقيدة ترامب في السياسة الخارجية هو أنك لا ترسل القوات الأمريكية إلا إذا كنت مضطرا، ولكن عندما تفعل فإنك تضرب بقوة. ما فعله بايدن هو الأسوأ على الإطلاق. لقد أطال أمد حرب إسرائيل للقضاء فعليا على حماس، مما جعل من الصعب علينا التحرك حقا نحو سلام مستدام. ومتابعة لشخصية فانس، المواقف السياسية بشأن السياسة الخارجية، حروب المنطقة، العلاقة مع روسيا، إيران، الصين، نرحب بضيفينا من واشنطن الدبلوماسي السابق السفير مسعود معلوف. أهلا بك سعادة السفير. ومن عمان أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات في الجامعة الأردنية دكتور حسن المومني، أهلا بكما. أبدأ معك سيد معلوف، في قراءتي لشخصية فانس، كتابه الشهير تحول الأكثر مبيعا في الولايات المتحدة عام 2016، تمت ترجمته إلى فيلم هوليوودي من الأشهر أيضا لقصص مآسي عائلية في الولايات المتحدة ومسار حياته الصعبة ليلتقطه دونالد ترامب كنجم ومن ثم كنائب للرئيس. كيف يمكن أولا الإضاءة على حياته ومن ثم مسار مواقفه السياسية في السياسة الخارجية تحديدا؟ بعد التحية لك أستاذ روبير وللضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. نعم، كان هنالك نوع من المفاجأة في تعيين جي دي فانس نائبا للرئيس، مرشحا لنيابة الرئيس، علما بأن ترامب كان سبق أن سرب عدة أسماء، ولكن في النهاية اختار جي دي فانس. جي دي فانس كانت حياته صعبة في البداية، هو من الطبقة العاملة، والدته كان لها مشاكل كثيرة مع والده، حاولت في مرة من المرات كب الزيت عليه وإحراقه، وقد تزوجت مرات عديدة وتركت المنزل، يعني كان عنده وقته مع شقيقته يعني أثناء توجهها في السيارة. نعم، وأمور كذلك، وكان كما قلت من الطبقة العاملة، وانضم بعد ذلك إلى البحرية الأمريكية، وعندما عاد وحارب في العراق أيام الرئيس جورج بوش الابن، يعني في حرب العراق، والآن هو أصبح للمرة الأولى سيناتور منذ سنتين في انتخابات العام 2022. كما تفضلتم في تقريركم، كان ضد الرئيس ترامب في العام 2016، حتى اتهمه بأنه هتلر أمريكا، كان فعلا ضده، ولكن يبدو أنه غير رأيه. البعض يقولون بسبب انتهازية سياسية، والبعض الآخر يقولون أنه غير معتقداته واقتنع بدونالد ترامب. أصبح الآن هو من أكثر المؤيدين، ليس فقط في الكونغرس ولكن على الساحة الأمريكية بين الشخصيات السياسية، من أكثر المؤيدين للرئيس ترامب. نعم دكتور حسن، هنالك من يصف دونالد ترامب بأنه أيضا شخصية هوليوودية، يأتي بنائب رئيس أيضا لدى الرأي العام موضوع جدلي، يكتسب الكثير من العطف في مسار حياته وما قاله السفير معلوف، وبالتالي هو فوز محتم، ولكن ما نتطلع إليه هو السياسة الخارجية والمقابلات القليلة التي أطل بها فانس وتحدث بشكل مسهب عن الأزمات، وهو من المحافظين ويتجه إلى أقصى اليمين في السياسة الخارجية الأمريكية في حال صح التعبير. مساء الخير لك أستاذ روبير ولضيفك الكريم والمشاهدين الكرام. مما لا شك فيه، يعني هو خلينا نسميه نجم صاعد ما بين الجمهوريين بهذا الجانب، لكن أخذين بعين الاعتبار خلفيته واللي تحدث فيه الأستاذ معلوف بهذا الجانب، نستطيع أن نتحدثه من المبكر حقيقة، الحكم عليه كخبرة سياسية وكمواقف سياسية بهذا الجانب.
يعني مسألة السياسة الخارجية الكل يعلم الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى، علاقاتها متشابكة، مصالحها متشابكة، في هنالك دولة عميقة، في مؤسسات، كل هذا الجانب. السؤال المطروح، هل فانس عنده القدرة على استيعاب كل هذه الديناميكيات منذ البداية، أم أن وصوله إلى كنائب رئيس سيمكنه في هذه الفترة حقيقة من فهم أكبر للسياسة الخارجية، لكافة الأمور المتعلقة في الولايات المتحدة الأمريكية والسياسة الخارجية، خاصة لا ننسى أنه جاء في مرحلة أيضا هنالك تحول في القوة، تحول في العالم، نزعة تغييرية. هل نائب الرئيس سوف يعني يفهم كل هذه التعقيدات؟ أضف إلى ذلك، ما هو الهامش الذي سوف يعطيه له ترامب بهذا الجانب؟ هل شخصية فانس سوف تطغى على شخصية ترامب؟ لا أعتقد من ذلك بهذا الأمر، أم أن الأمر كله كانت مسألة التقاء مصالح براغماتية، وزي ما أشار ضيفك الكريم مسألة الانتهازية، الكل يعلم أنه عنده طموحات وكل هذا الجوانب، وأنت تعلم إذا بنتحدث في السايكولوجي تبعت القيادات الصاعدة، إذا كان من طبقة عامة الفسيفساء اللي شكلت شخصيته يمكن يعني بتخلينا أنه ما نحكم على مواقفه بهذا الأمر. والدليل على ذلك أنه كان من أشد أعداء دونالد ترامب، الآن أصبح من المؤيدين. أضف إلى ذلك، هل حقيقة كل الجمهوريين حرس قديم أو غيره يعني سوف يلتفون حول شخصية فانس؟ لكن أيضا في هنالك حقيقة يعني سؤال أنا وتحليل في خاطري، أنه يمكن فرصته، الكل يعلم أن جدلية الانتخابات الأمريكية هي مسألة العمر، مسألة القدرة، طب ماذا لو حصل شيء لترامب، ماذا لو كذا، يعني كثير من الأمور حينها ستفتح فرصة أكبر أمام مثلا نائب الرئيس فانس، وهذا هو المشروع السياسي، قلة خبرة طيب. سياسية. اسمح لي دكتور حسن. نعم. سيد مسعود، وهذه يعني وضع مباشرة هذه النقطة بالغة الأهمية، هو مشروع سياسي لما بعد الرئيس دونالد ترامب، تحديدا للحزب الجمهوري، تبقى الملفات الشائكة. تحدث صراحة بأن الحرب الأوكرانية، العلاقة مع روسيا، أكلاف هذه الحرب، مئات المليارات دفعتها واشنطن حتى هذه الساعة، ولم يحقق زيلينسكي أي انتصار، وبالتالي هو يحسم في ملفات جدلية، وربما هذا هو هدف ترامب، الوضوح في السياسة الخارجية وأخفاقات ربما الديمقراطيين على ما يتحدث عنه الفريق الجمهوري. نعم صحيح ما تفضلت به، هذا مع العلم، بالإضافة إلى ذلك أن جي دي فانس شارك مع الوفد الأمريكي في اجتماع ميونخ للأمن، الاجتماع الأمني لميونخ الذي عقد في شهر شباط، مؤتمر ميونخ للأمن، نعم مؤتمر ميونخ للأمن، وتجنب الحضور مع زيلينسكي ووزير الخارجية كوليبا عندما حضر الوفد الأمريكي هذا الاجتماع. كنا في سكاي نيوز بتغطية لهذا المؤتمر، وكان لافت أيضا علاقة معظم أعضاء الوفد الأمريكي مع زيلينسكي وكبار القادة العسكريين الذين حضروا إلى مدينة ميونخ الألمانية آنذاك. نعم باستثناء جي دي فانس الذي تجنب الحضور مع زيلينسكي قائلا أنه لن يستفيد بشيء من هكذا اجتماع، هو طبعا من أكثر المتشددين إلى جانب ترامب بإيقاف المساعدات إلى أوكرانيا، وهو طبعا يمدح بالرئيس ترامب قائلا أنه في حال فوز الرئيس ترامب ستحل مشكلة أوكرانيا بسرعة، وهو ضد إرسال هذه الكمية من الأموال إلى أوكرانيا والدعم يعني. ولكن بالنتيجة الضيف الكريم من الأردن وضع إصبعه على الجرح تماما عندما قال أن ما هو المجال، ما هو الفرصة التي تعطى له بعد في حال فاز الرئيس ترامب في الرئاسة. أنا شخصيا أعتقد أن الرئيس ترامب لا يقبل بأن أي شخص يتقدم عليه، وأن فانس لن يكون له دور قوي في الرئاسة في حال طبعا عاد. دكتور المومني، هل توافق السفير معلوف على نجومية أو شخصية دونالد ترامب ويعني السن الصغير لفانس، وبالتالي لن تكون هنالك منافسة أو نجومية، وربما قد يظهر فانس في السنوات الأخيرة من ولاية دونالد ترامب في البيت الأبيض، وهذا ما رجحته صباحا الصحافة الأمريكية؟ يعني هو في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية في مرات نادرة
طغت شخصية نائب الرئيس أو مثل هامش اللي يعطي، لكن الآن أخذين بعين الاعتبار مع أنه يمكن كلا الشخصيتين متشابهات، فانس وترامب. ترامب شخصية نرجسية، شخصية يحب الظهور، هذا الهالة الجدلية، كل هذه الجوانب. ولا أعتقد أنه بعد هذا الجهد اللي بذله أيضا في الصعود مرة ثانية وإعادة تجديد نفسه سوف يسمح إلى فانس بأن يطغى عليه، لكن قد تحدث مثلا تقلبات، قد تحدث أمور اللي من خلالها مثلا في الوقت اللي يكون ترامب بحاجة إلى 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 فانس مثلا بهذا الأمر زي ما عامل الآن، والآن ترامب بحاجة إلى شخصية زي فانس حتى بالتالي يعزز فرص فوزه بهذا الاتجاه. لكن أنا بتقدير الشخصي إذا ما استمر ترامب إذا فاز واستمر في السلطة بتقدير الشخصي راح يظل هو الشخصية الطاغية. أضف إلى ذلك طيب. الآن خلينا نحكي بأمر معين، هل ترامب حقيقة إذا فاز في المرة الثانية راح تكون سياساته كلها نفس الشيء كوبيكات، يعني راح تكون مستنسخة عن الولاية السابقة الدورة الأولى وهنالك الولاية السابقة وهنالك متغيرات قد تجبر أيضا ترامب على التكيف معها مثلا؟ اسمح لي دكتور حسن وسفير معلوف سأعود وتحديدا إلى السياسة الخارجية. تقدم جي دي فانس على باقي المنافسين ليحصل على منصب المرشح الجمهوري لنائب الرئيس الأمريكي في المواقف التي أطلقها في السياسة الخارجية. نبدأ مع ملفات الشرق الأوسط وأولها حرب غزة. في أول تصريحاته حض فانس إسرائيل على إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن. اتهم المرشح الجمهوري الرئيس بايدن بجعل مهمة إسرائيل أصعب مما أدى لإطالة أمد الحرب وفق تعبيره. يرى فانس في إنهاء حرب غزة مدخل مهم لإعادة تنشيط عملية السلام وتطبيع العلاقة بين إسرائيل والسعودية، وهو قال في حديث لفوكس نيوز إن طول أمد الحرب جعل من الصعب التحرك نحو سلام مستدام في الشرق الأوسط. أما موقفه من إيران هو كان صارما وانتقد عمليات القصف الضعيفة تجاه إيران وقال إذا كنت ستوجه ضربة للإيرانيين فعليك أن تضربهم بقوة، وهذا ما فعله ترامب عندما أطاح بالجنرال الإيراني قاسم سليماني. هذا ما يوصلنا أيضا إلى ملف تنفيذ القوات الأمريكية مهام خارجية، حيث يتبنى فانس عقيدة ترامب والقائمة على عدم نشر أي قوات أمريكية إلا في حال الضرورة، وهو شدد على وجوب الضرب بقوة حال وصول القوات الأمريكية إلى أي نقطة في العالم. في ملف الحرب الأوكرانية كرر فانس موقف ترامب الذي تحدث فيه عن الذهاب إلى مفاوضات مع روسيا ومع الرئيس بوتين والأوكرانيين لإنهاء هذه الحرب بسرعة. كما شكك فانس في جدوى إنفاق واشنطن مليارات الدولارات على احتياجات كييف العسكرية من السلاح الأمريكي. أما لماذا يجب إنهاء هذه الحرب أيضا؟ يرى المرشح الجمهوري أن الحرب الأوكرانية شغلت الولايات المتحدة عن التركيز على المشكلة الحقيقية المتمثلة وهي الصين. إذن توجد بين دونالد ترامب ونائبه أو المرشح لهذا المنصب جي دي فانس عناوين خارجية متطابقة، مما يجري بفترة حكم متناغمة في حال فوزهما ووصول ترامب إلى البيت الأبيض. نعود من جديد إلى ضيفينا الدبلوماسية السابق مسعود معلوف من واشنطن وأيضا دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وتسوية النزاعات المعروف في الجامعة الأردنية. دكتور حسن، النقطة التي كنت ستنتهي منها سأعود إليك مباشرة، السياسة الخارجية، حرب غزة، السلام في الشرق الأوسط، هي فعلا ملفات أخفقت بشأنها الإدارة الأمريكية الحالية ولم ينجح الرئيس جو بايدن في حلها بسرعة. أي استراتيجية كشفها فانس في هذه المواقف؟ يعني هو كمان حتى ترامب لم ينجح في حلها. ترامب قد يكون يتهم بأنه زاد المشكلة تعقيد بهذا الجانب. أضف إلى ذلك في السياسة الخارجية في الشرق الأوسط ترامب حقيقة أبقى على مسألة الاشتباك في الشرق الأوسط وفي أفغانستان ولم ينسحب. بايدن يدعي بأنه انسحب من أفغانستان، الشرق الأوسط حاول لملمت الأمور، لكن التطورات اللي حصلت أجبرت الولايات المتحدة الأمريكية على الرجوع إلى 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 الشرق الأوسط. أضف إلى ذلك يعني قد يقول قائل بأن إعادة
خلينا نحكي رجوع الولايات المتحدة الأمريكية أو إعادة انتشارها في الشرق الأوسط هي متطلبات ضمن ما يسمى في الحالة التنافسية العالمية مع الصين بهذا الجانب. أضف إلى ذلك أنا بتقدير الشخصي أثناء الحملة الانتخابية هذه لعبة البليم جيم اللي هي لعبة الملامة وكل هذه الجوانب اللي تهدف بنهاية المطاف مثلا من ترامب إلى التشكيك بقدرة بايدن ونفس الشيء بايدن في هذا الجانب. لكن في هنالك نقاط ملتقين عليها، يعني سياسة ترامب باتجاه الصين لا تفرق كثيرا عن سياسة بايدن باتجاه الصين. سياسة بايدن الديمقراطية باتجاه الصين ما زالت تعتبر أن الصين هي المنافس ويجب احتواء التنافس الصيني. هل يمكن اختلاف في مسألة دكتور بوماني روسيا؟ نعم، سأعود إلى هذه النقطة أيضا. زيارة ترامب لكوريا الشمالية، ولكن يضيق أمامنا الوقت. أستاذ مسعود، العلاقة مع روسيا، كان هنالك أيضا مواقف علنية أطلقها الرئيس ترامب في ولايته الأولى، التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شيء من الكره أيضا يكنه فانس للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. كيف سيكون شكل هذه العلاقة وحديثه بأن السلاح الأمريكي اليوم كلف مئات المليارات لواشنطن، والغاز الروسي كان حجم مرح الأوروبيين، وأوروبا غارقة بالضرائب والأزمات السياسية جراء هذه الحرب الأوكرانية؟ لنبدأ بالتوضيح أن السياسة الخارجية بصورة عامة سيديرها الرئيس ترامب في حال فوزه طبعا. صحيح صحيح. وليس نائبه، ولكن مواقف نائبه معلنة وصريحة. نعم، هذه المواقف معلنة وصريحة ومعروفة ومؤيدة للرئيس ترامب. والرئيس ترامب في المناظرة التي جرت بينه وبين الرئيس بايدن في 27 من شهر حزيران الماضي قال أكثر من أنه سيتفاوض مع بوتين. قال أنا حتى قبل أن أستلم الرئاسة، الانتخابات تجري في 25 استلام الرئاسة يكون في 20 من الثانية التالية. قال حتى قبل أن أستلم الرئاسة سأكون حليت قضية أوكرانيا. يعني هو واثق من نفسه لدرجة أنه يقول أنه سيحل المشكلة، والجميع يعرف أنه سيوافق مع مطالب الرئيس الروسي دونالد ترامب الرئيس الروسي بوتين بالإبقاء على الأقضية والمناطق التي احتلها الجيش الروسي ويوقف المساعدات عن أوكرانيا. هذه هي سياسته تجاه روسيا وتجاه أوكرانيا، وهو معروف بإعجابه بالرئيس بوتين. جي دي فانس غير معجب ببوتين، يقول أن بوتين صحيح ليس بهذه الشخصية العظيمة ولكن عنده مصالح، وعلينا نحن كأمريكيين عندنا مصالح، علينا أن نتفاوض معه انطلاقا من مصالحنا. يعني هذه هي مواقفه بالنسبة إلى روسيا. ليس مثل ترامب معجب ببوتين، ولكنه يريد أن يتفاوض مع بوتين من أجل حل المشاكل بين روسيا والولايات المتحدة. لا يريد أن تكون الولايات المتحدة في وضع العداء مع روسيا. هذا هو موقفه من روسيا. دكتور المومني، أشرت إلى الأزمة الأكبر بالنسبة للولايات المتحدة والإدارات المتلاحقة، العلاقة مع الصين، علاقة الرئيس دونالد ترامب السابق سابقا عندما كان في البيت الأبيض مع كوريا الشمالية، وهذا ملف أيضا بالغ الدقة. عندما يتحدث الرئيس الصيني عن عالم متعدد الأقطاب، وهذا أيضا خطاب للرئيس الروسي، كيف سيكون شكل هذه العلاقة عندما يقول فانس الخطر الأكبر على واشنطن؟ يعني هو كلام سليم. أنا يعني بتحدث المنافس الأكبر اللي هي الصين بهذا الجانب، ودعنا نتحدث هنا الحديث عن أمريكا كدولة. أمريكا كدولة بغض النظر عن الإدارات وعن مصالح استراتيجية وطنية أمريكية، يعني الريال بوليتيك الواقعية السياسية والمصالح الأمريكية بتشير بكل صراحة إنه وصعود الصين أن الصين هي المنافس الحقيقي بهذا الأمر، والمسألة اللي هي كيفية احتواء هذا الصعود بهذا الجانب. لذلك أنا بتقدير الشخصي هنالك قواسم مشتركة، ترامب بايدن أو حتى من يأتي بعد بايدن وترامب سوف يحاول أيضا انتهاج كثير من السياسات التي في نهاية المطاف تهدف إلى احتواء الصين بهذا الجانب. إلا قطعا في هنالك إشكالية، يعني إذا برجوع إلى أوكرانيا، ما هي المسألة مش مسألة أوكرانيا، يعني هذا المنهج مش منهج تقزيمي. ما هي أوكرانيا تعني أيضا خراب العلاقة أو توتر العلاقة مع حلفاء غربيين، ناتو، كل هذه الجوانب، كل هذه الاتجاهات. يعني أنا مثلا لذلك فانس بطرح
نظرة تقزيمية لنظرته لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي مرتبطة في روسيا. طب ماذا عن المصالح التاريخية والكبرى مع الغرب، مع أوروبا ومع غيرها التي تفوق المصالح مع روسيا بهذا الجانب؟ يعني ما راح يكون يتحرك بحرية كاملة، في هنالك ضوابط يعني تمليها المصالح الوطنية الأمريكية، أضف إلى ذلك المؤسسات الدستورية وما يعرف بالسيستم في الولايات المتحدة. وهذه نعم نقطة بالغة الأهمية دكتور حسن. يعني تبقى دقيقة ونصف. سعادة السفير، تعليقا على ما قاله دكتور المومني بشأن السياسة الخارجية، التعويل اليوم على الحزب الجمهوري في الكونفنشن أو هذا المؤتمر وفي اليوم الأول الإعلان، هل نجح دونالد ترامب باختصار شديد في إبعاد النظر عن محاولة اغتياله لينشغل العالم والإعلام الأمريكي بشخصية نائب الرئيس؟ شخصية نائب الرئيس هي موضوع مؤقت حاليا، لأنه جاء بشكل الآن الجميع كان ينتظره ويودون أن يعرفوا، وترامب لعب هذه ولكن المؤتمر لأربعة أيام جيد. أعلن في اليوم الأول أربعة أيام. كان من المفترض دائما أن يعلن الرئيس المرشح من هو نائبه في وقت مبكر، ولكن ترامب يحب المفاجآت، يحب أن يستقطب الرأي العام، يجعل الناس يتساءلون، ولذلك تأخر كثيرا. كان من المفترض أن يعلن ذلك منذ وقت، ولكنه تأخر كثيرا وأبقى ذلك من أجل أن يركز الناس على ماذا سيفعله الرئيس ترامب ومن سيختار الرئيس ترامب كنائب للرئيس. الآن الحزب الجمهوري لم يعد الحزب الجمهوري كما كان في الماضي، الآن هو حزب دونالد ترامب، هذا هو الحزب الجمهوري حاليا. الجميع، لم يعد هنالك من معارضة داخل الحزب، لم يعد هنالك من انقسام داخل الحزب، هو حزب دونالد ترامب نقطة على السطر. وما يقرره دونالد ترامب بالنسبة إلى الحزب الجمهوري هذا هو ما سيحصل. باختصار شديد هذا هو الوضع. أشكر ضيفينا جزيل الشكر من واشنطن الدبلوماسي الأمريكي السابق السفير مسعود معلوف، ومن عمان دكتور حسن المومني أستاذ العلاقات الدولية وتسوية نزاعات في الجامعة الأردنية. شكرا جزيلا لكما.